اقرأ القرآن، رسول الله بالسبب اقرأ والبتل أو القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. Nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kepadamu sebagai pembela, sebagai penolong ya engkau dari kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syams. Ya, asy-syams. التكوير. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالهنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بالظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن وإلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون